الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.